موجود في ام صلال، في ام العمد، في الصخامه، في الخريطيات. اخوك الدنف جايب لك صالون من الصالونات اللي بتحطم الاسعار. ورقه وقلم وعد معايا، عشان الصالون ده بيقدم 10 خدمات وب 50 ريال: حلاقه شعر وحلاقه لحيه وفوطه سخنه وغسيل شعر واستشوار وماسك للوجه وحمام زيت للشعر وشمع للوجه او خيط حسب الاختيار، وعندك صنفره للوجه وصبغ الشعر وصبغ اللحيه حنه مش صبغه، وكل ده مؤمن ب 50 ريال مع اخوك الدنف. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اول ما تخش لك مشروب ضيافة، شاي، قهوة، اللي انت عايزه. التيم اللي موجود في الصالون كلهم توانسة وشباب بسم الله ما شاء الله، شاطرين جدا في شغلهم ولسه فاتحين بالظبط بقالهم شهر واحد، وعايزين نقف جنبهم وندعمهم. فلو انت موجود في ام صلال او قريب منها عد عنده، ما تحلق حلقة حلوة، وكمان السعر على قد الايد. وبنأكد على كلامنا، ال 50 ريال اللي انت بتدفعها بتحلق بها شعر وبتحلق بها لحيه وبتصبغ الشعر وبتصبغ اللحيه وماسك وصنفاره وفوطه سخنه وحمام زيت للشعر وغسيل للشعر واستشوار وليله حاجه. انت بتتابع اخوك الدنف ملك تحطيم الاسعار. وقبل اي حاجه انزل صلي على النبي تحت في التعليقات، ولما تروح تجربهم ان شاء الله اكتب لنا رايك تحت في التعليقات وتجربتك معاهم كانت عامله ايه. وده صالون مزيون ام صلال، ومن اسمه طبعا معروف، موجود في ام صلال محمد. ما شاء الله عليهم، التيم كله توانسه وتيم زي العسل، ومكانه ما يتوهش، في ام صلال محمد في الشارع الرئيسي جنب سوبر ماركت هاجر وجنب فايف شوب. والصالون ده لسه فاتح جديد بالظبط بقاله شهر، وبيفتحوا من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 2 بالليل. وده رقم المدير المسؤول عشان اللي حابب يتواصل معاهم. وبس كده يا باشوات، السلام عليكم. احنا صالون مزيون ام صلال لسه فاتحين جدد، بتمنى تيجوا تجربوا خدماتنا.